لحمة بالصينية أكلة معروفة وطيبة موجودة بكل بيت. مكوناتها نحتاج نص كيلو لحمة مفرومة ناعم، ونحتاج 4 حبات بطاطا مقطعة بالشكل هاد، نحتاج حبتين بندورة مقطعة بالشكل هاد، نحتاج 2 ملاعق زيت نباتي وملح وفلفل أسود، حبة بصل مقطعة بالشكل هاد، وشوية بقدونس. هاي مكونات طبختنا لليوم، ما بتحتاج كتير مقادير. فينا نحط لها كمان حد، فينا نحط لها بابريكا، فينا كل واحد حسب ذوقه. أنا بفضل إنه هيك تكون خفيفة البهارات، بتعطي طعمة زاكي، وإن شاء الله تنال إعجابكم. هلأ رح نخلط اللحمة قدامكم ونشوف بعدها الطريقة هاي. إحبا هبينا بنجيب وعاء بهالشكل هاد، بنحط اللحمة مشان نخلطها قدامكم، نحط لها البقدونس اللي حكينا عنه والبصلات، يبقى ما حطينا البصلات والبقدونس بنملحها ونحط الزيت اللي حكينا عنه والبهارات الفلفل. حبايبي بعد ما حطيناها هلا بنخلطها بهالشكل هذا، حتى يتجانس كلها مع بعضه. هلا بيقولوا البصلات اكثر من اللحمات، عم يشوفوني لا اللحم اكثر، بس هلا بعد شوي حتى يتجانس البصل مع اللحمه والبقدونس سوا. في اصول يكون فيها بصل، لانه البصل بيعطي طعم زاكي للحم. خلصون، نشوفكم بعد المرحلة حبايبي. حبايبي هلا هيك بعد ما خلطناها سوا كله جلس مع بعضها، هلا نفس الوعاء اللي خلطناها فيه نطبخها فيه هون، لأنه هلا زفرة اللحمة والدهنة كلها هيك ما بتخلي علق الصينية أو شي. هلا بنطبق البطاطا. عملية تطبيق البطاطا سهلة كتير هيك بالشكل. ها لو كان طبقتين بطاطا ما بيأثر، بطاطا هذا مع الاستواء كله بيروح نيفيا. هلا جمعت اللحمة بحطها فوقها يا حبايبي. هلا هيك ظبطت اللحمة بطهرها هيك بالشكل هذا. تقل عليها شوي مشان حتى كان منظرها كتير حلو.
يا منظم عشان ده بعد ما نخلص هيك بالشكل هذا بنطبق البندورة. يعني هي طبخة كتير سهلة وسريعة، مكوناتها مو كتير صعبة. الواحد كمان يستغني عن هاي البندورة، يحط بندورة من الصغيرة، شاري طماطم أو هاي حبوبات البندورة الصغيرة، ميني طماطم بيقولولها أو سمول، هاي كتير منيحة بتعطي طعم كمان زاكي لأنه فيها حموضة. شبه البندورة، يلا كده البندورة كله مستوي. صارت معنا بالشكل هذا. هلا بنحمي الفرن على حرارة 200 و 250 حسب الفرن اللي عندكم بالبيت، الأفضل يكون 250. ايه بنحطها نص الفرن. قبل بعد ما صارت معنا بالشكل هذا أنا بنحطه الفرن بعد ما نحمى عن الفرن. نص الفرن هيك يا حبايبي، هاي النتيجة بعد ما صلنا تقريبا 45 دقيقة. شوفوا لي هالشكل، هي زغرت شوي لأنه بس نحط بالفرن إجباري هالشي بده يصير لأنه اللحم بالضبط، بس شي الكيف هذا الشكل النهائي.